الذين يتشاءمون شيخ من بعض الأيام. لا يجوز التشاؤم ببعض الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو الدهر. قال صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالدهر إنما هو مدبر، والذي يدبره هو الله سبحانه وتعالى. نعم.